عسلامة، اسمي نوف الورتاني. عيطوا لي قالوا لي جا باش تقدم برنامج جديد اسمه لاباس، ديجا العنوان ماست. قالوا لي باش تحكي اليوم على التلفزة التونسية في رمضان. اي نحكي، اما لازمني نقول اللي نسمة كانت القناة الأولى سنة في رمضان. صحيح البروديكتور باش يتغشش عليا، ما نسمة راهي كانت الأولى بفضل برامجها الهزلية. زوز برامج هزلية سنة في رمضان تألقت بهم نسمة. البرنامج الأول يقتل بالضحك نسيبتي العزيزة. البرنامج الثاني اللي يقتل بالضحك أكثر منه حوار مع سمير طرهوني. حاجة أخرى نسمة راهي تسمع في مطالب الشعب، الشعب اللي يحب مجلس تأسيسي، يحب صحافة حرة، يحب قضاء مستقل، ويحب زادة تتعاود نسيبتي العزيزة. على ذاك عاودوها في الشطر الثاني بعد ما كانوا عداوها في الشطر الأول. عاد القناة الوطنية اثنين قالت حتى أنا نعاود، عاودت أنا نشوف لي حل عندها ثلاثة سنين. القناة الوطنية الأولى سمعنا أنها ناوية تعاود خطابات بن علي الكل. تعرفوا حكاية أرقام عادة ومعطيات، سنة ألقت نسمة وحنا بعل. نسمة 87% نسبة المشاهدة. حنا بعل سنة 82% تبارك الله نسبة المشاهدة. القناة الوطنية بفضل الأخبار وبوبتان عملت 45%. ولكن المفاجأة جات وباش تفاجئكم من قناة التونسية. قناة التونسية حقت 92، اي نعم، شركة مختصة متاع صبر آراء، قالت اللي سنة التونسية في رمضان شافوها 92 شخص. تحية ل 92 شخص اللي شافوا التونسية بما فيهم أمي وبابا وأخواتي ومرتي جيجي ونسابي وصاحبتي نوسا 23 متاع الفيسبوك. دونك هذا رقم قياسي إن شاء الله يمشي ويتحسن. على ذكر التلفزيون، سمعت اللي فاتورة الضوء باش ينحيوا منها معلوم الإذاعة والتلفزة، حبيت نسأل علاش. سألت الملحق الإعلامي نتاع ستيك، قلت له علاش، قال لي باش نحيوا معلوم الإذاعة والتلفزة على خاطر الرئيس المدير العام نتاع ستيك لأول مرة تفرج في القناة الوطنية. يا أخي خذ القرار طول. سلام، تفضل. لاباس؟ لاباس، أنا قاعد نشط. قاعد نشط؟ ثيابك؟ شنو بعثت إن شاء الله خير؟ الجينيريك. الجينيريك. الرجاء من بعث الجينيريك، أبعث لنا الجينيريك كمان. عفوا، يتعذر علينا بث جينيريك هذا الأسبوع نظرا للظروف المادية الصعبة التي نعمل بها، ونحاول تحدي هذه الظروف حتى يكون الجينيريك جاهزا في الحلقة القادمة بإذن الله.